بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس المبارك من شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قوله كتاب الصيام أي بيان الأحاديث أو إيراد الأحاديث الواردة في أحكام الصيام في هذا الكتاب. الكتاب في اللغة معناه الجمع، سمي كتابا لأنه يجمع أحاديث الصيام في هذا الموضوع، يجمع أحاديث الصيام، فسمي كتابا من التكتب وهو الجمع. والصيام هو الإمساك بنية عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، وهو في اللغة الإمساك. وأما في الشرع فهو ما ذكرناه، الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بنية، لا بد من النية. فلو أنه أمسك عن الطعام والشراب لكن من غير نية لم يكن ذلك صياما شرعيا، من طلوع الفجر الثاني، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. نعم، دخول شهر رمضان لا بد من ثبوته، لا بد من ثبوته، وذلك بأمرين: إما برؤية هلاله، يعني يراه واحد فأكثر، وإما بشهادة شاهدين. الأمر الأول برؤية هلاله، بأن يراه شاهد ولو واحد، أو امرأة عادل، يعني معروف بالعدالة والاستقامة وصدق الخبر. الأمر الثاني بإكمال شهر شعبان 30 يوما، قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود والدارقطني. قوله رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال، فيه دليل على مشروعية ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان، أن يحرصوا على أن يروا الهلال، لأنه بداية شهرهم، والله جعل الأهلة مواقيت للناس، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فيستحب للمسلمين في كل بلد أن يتراءوا الهلال. المسألة الثانية أن من رآه ولو كان شخصا واحدا يثبت برؤيته دخول الشهر، دليل قوله: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام برؤية ابن عمر وهو شخص واحد، دل على أن نصاب الرؤية لدخول شهر رمضان
شخص واحد، وأنه إذا رآه شخص واحد يلزم الناس كلهم الصوم ولو لم يروا عملا برؤية أحدهم خبر أحدهم. هذا من تيسير الله عز وجل، ومما يدل على أهمية هذا الشهر الذي يحرص على رؤية هلاله. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد. وهذا الحديث أيضا مثل الحديث الذي قبله في أنه يصام برؤية رجل واحد بشرط أن يكون من المسلمين. الأعرابي واحد، الأعراب وهم الذين يسكنون البادية. قال أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى الهلال، رأى الهلال. فلما كان أعرابيا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، أراد أن يتثبت من أهليته فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وأتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل برؤيته وأمر بلالا أن يعلم الناس، أن يؤذن في الناس، يعني يعلم الناس بدخول الشهر من أجل أن يصوموا. هذا دليل على أن الاعتماد على الرؤية، كما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه يثبت دخول الشهر بإحدى علامتين: العلامة الأولى رؤية الهلال، العلامة الثانية إكمال شهر شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. ليس هناك شيء ثالث يصام به وهو الحساب كما يقولون الآن ويدعون إلى العمل بالحساب. الحساب يخطي ويصيب وهو عمل بشري. ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتماد عليه؟ وأيضا الاعتماد على الحساب من باب التكلف، وديننا الإسلامي ليس فيه تكلف، بل هو على علامات ظاهرة، إما رؤية الهلال وإما إكمال شعبان 30 يوما. هذا علامات ظاهرة ما تحتاج إلى تكلف وخبرة بالحساب والفلك وما أشبه ذلك. والدين شامل للحاضرة والبادية والمتعلم والعامي، فهو مبني على علامات ظاهرة ولله الحمد. نعم. سوف نستكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه الأحاديث في الدرس القادم من دروس شرح كتاب الصيام. شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم، وتقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.